أهم شيء عم بيصير في حياتك حالياً؟ أحضر ألبوم الجديد إن شاء الله. أكتر شيء بتخاف منه؟ المرض. شغلة ما بتقدر تعيش من دونها؟ أمي. أول وظيفة اشتغلت فيها؟ كل شيء جعله بالي اشتغلت. أول شيء يلفت نظرك بشخص بتقابله لأول مرة؟ شخصيته طبعاً. حكمة بتعيدها لنفسك دايماً؟ أسوي الشيء اللي يعجبني، ما أسوي الشيء يعجب أحد. من 1 لـ10 قديش انبسطت في البرنامج؟ 8. من 1 لـ10 قديش بضايقك الحكي السلبي على السوشيال ميديا؟ ما يضايقني 1%. من 1 لـ10 قديش حياتك العاطفية رهيبة؟ 5. من 1 لـ10 قديش مهمة الشهرة إلك؟ 8. من 1 لـ10 قديش أنت شخص متفائل؟ 10.